شلونك اخوي؟ الله يحفظك. شنو وضعك؟ الحمد لله اجرك. اجرنا واجركم ان شاء الله. خادم؟ الحمد لله وشكرا. صار لك كم يوم بالخدمه؟ صار لي تقريبا اليوم الرابع. اليوم الرابع ان شاء الله. اليوم احنا شويه نحكي ويا الشباب، يعني اليوم شنو اللي تعني لك هذه الخدمه، خدمه الزائري الامام الحسين؟ يعني فد شيء ما ينوصف، خدمه ابو عبد الله شيء ما ينوصف. يعني انا اسد محلي واجي اخدم هنا، باب رزقي اسده حتى اجي للخدمه، لان منتظرها سنه كامله. اي هاي يعني شيء ما ينوصف بالقلب، والحمد لله وشكر على الخدمه هاي والتوفيق. توفيق هاي خدمة ابو عبد الله توفيق. انت تقول انه انا سديت باب رزقي، باب رزقي اسده واجي هنا، حتى انا هاي كل جماعتي كلها مفتحه، محلات مفتحه، بس انا اسد باب رزقي واجي، لان سنه كامله منتظر هذا الشيء. يعني اجي حتى الله يوفقني بخدمه ابو عبد الله، شيء عظيم هذا. الحمد لله والشكر. جسم يشعر بهذا الكلام. الحمد لله والشكر بانه الله وفقني باخدم زوار ابو عبد الله. الحمد لله والشكر. هنيك على هذه الخدمه. الله يهديك. الله يهنيك على هذه الخدمه. الله يحفظك. والله يوفقك. رحم الله يهديك. ان شاء الله يوفق الجميع ويحفظ زوار ابو عبد الله هاي. ايوه حبيبي، اهلا وسهلا.